اعلان جمهورية بيلاروس. سلام. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين البلدين، وتهدف إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة بجانب تنسيق الرؤى. عقد السيد الرئيس مع رئيس بيلاروسيا جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وأشاد السيد الرئيس بالعلاقات المتميزة بين مصر وبيلاروسيا، مؤكدا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدما إلى الأمام على كل المستويات.